شهيدي وامنحيه حرا من ضوء عيده هددي اياتها الدنيا نشيدي هددي اياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي انت عهد عارق في كل ذمه رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس اخرجي خفيقه في كل قمه امتي امتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي واغفريني لك يا اكرام امه عشت ايماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. الإخوة الحاضرون، الإخوة محافظو المحافظات، الإخوة رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات والسلطات القضائية، الأخ وكيل محافظة مأرب الشيخ علي محمد الفاطمي، اللواء المناضل محافظ محافظة مأرب السابق أحمد قرحش، الإخوة وكلاء الوزارات والمحافظات، الإخوة قيادات وأعضاء المكاتب التنفيذية والأجهزة العسكرية والأمنية، الإخوة قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الشخصيات الاجتماعية، السيدات والسادة الحاضرون جميعاً كلاً باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من مأرب التاريخ والحضارة، مأرب الطلقة الأولى على نعش الإمامة البائد، مأرب التي استعصت على أحقادها وتكسرت أحلامهم على أسوارها، مأرب التي أوقدت الشعلة الأولى شعلة النصر هنا في أرضها، مأرب بعد أن غرهم إخمادها تشعل الشعلة من جديد، ولكن هيهات هيهات أن تخمد في مأرب شعلة. الحاضرون جميعا، التحية لكم يا كل من حضر في حفلنا هذا بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. من هنا أحييكم أجمل تحية في هذا الصباح البهي المكسو بعبق الثورة السبتمبرية الأبية ورائحة النصر القريب بإذن الله. نحييكم بقدر بهجتكم بهذا اليوم العظيم الذي خرج فيه اليمنيون من الظلمات إلى النور وعرفوا فيه معنى الحرية بعد مئات السنين من فقدان الذات والعيش على هامش التاريخ. نحييكم ونرحب بكم ونتمنى لكم وقتاً طيباً وممتعاً مع برامج حفلنا هذا الذي نبدأ فقراته بخير الكلام آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ عبد الحافظ الحمزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما
إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم نرحب بكم من جديد في هذا النهار السبتمبري المجيد ظنت الميليشيا الحوثية بانقلابها المشؤوم واستيلائها على مؤسسات الدولة في العام 2014 أنها قد نجحت في وأد 26 من سبتمبر وأعادت عزل اليمن عن محيطه الإقليمي والعربي لكن ما حدث أن الانقلاب انقلب على الميليشيات وإنها بمحاولاتها وأد ثورة 26 أحيت فينا معاني هذه الثورة وتضحيات آباءنا وأجدادنا العظماء الذين أخرجوا اليمن من كابوس جثم لمئات السنين نستمع الآن إلى كلمة مكتب الثقافة يلقيها الأستاذ علي بقلان مدير عام مكتب الثقافة فليتفضل في البداية اسمحوا لي أن أرفع عبركم أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى أفراد الشعب اليمني قاطبه وفي مقدمتهم القيادة السياسية ممثلة بالقائد المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بهذه المناسبة العطرة التي تأتي في ظل ظروف معقدة يمر بها وطنها الحبيب جرى محاولة بقايا ادعاء الحق الإلهي بالحكم إعادة اليمن إلى ما قبل الثورة المباركة التي فجرها الشعب اليمني العظيم في 26 من سبتمبر 62 الأخوة والأخوات إننا اليوم إذ نحتفل بمرور 56 عاماً على ثورة 26 من سبتمبر نستلهم منها مسيرة النضال والكفاح التي أخططها الثوار لأنفسهم بهدف القضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي الجاثم على شمال اليمن ونقدر حجم التضحيات التي بذلها الثوار وفي مقدمتهم الشهيد علي عبد المغني وباقي أعضاء تنظيم الضباط الأحرار الذي كانوا النواه الأولى للثورة 26 من سبتمبر كما لا يفوتني التذكير بموقف مصر العروبة ودورها بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بل والوقوف إلى جانب ثورة 26 من سبتمبر ومساندة الشعب اليمني في شمال الوطن سياسيا وعسكريا واقتصاديا
وهو اليوم التاريخ يكرر نفسه فيبادر إخوة لنا في الدين والعروبة والمصير بتقديم يد العون والمساندة للشعب اليمني للحفاظ على مكتسبات وإنجازات الثورة اليمنية. إن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المجد والخلود للشهداء الأبرار الشفاء للجرحى. التحية لمنتسبي الجيش الوطني وقوات الأمن. النصر للشعب اليمني. السلام عليكم. سبتمبر يا ميلادنا الأبدي، أتظننا ننساك؟ كلا، وإن أوقدوا النيران في أحشائنا أو أسرجوا من دمنا أنوارهم، منذ عرفناك عرفنا أننا التاريخ يحكي مجدنا. هنا النهر في الصحراء وهذا معبدي يشهد لي من أنا. أنا من خلد القرآن مجده، أنا مفخر العرب رغم ما بي من أنين، أنا فجره السبتمبري الذي جدد عهده. الحاضرون جميعا، الحفل الكريم تمثل التعددية السياسية أهم أركان الديمقراطية والحياة المدنية في أي مجتمع من المجتمعات الحضارية، ولأنها كذلك فقد كان تحقيق الديمقراطية هدفا جوهريا من أهداف ثورة 26 من سبتمبر الخالدة. ومع انطلاق الوحدة اليمنية انطلقت التعددية السياسية
التي تعتبر الأحزاب عمودها وذروة سنامها، فشهدت البلاد ظهور عشرات الأحزاب ومئات المنظمات والمؤسسات المدنية. ومع أن تجربة التعددية السياسية في اليمن ما تزال في المهد، إلا أنها أسهمت إسهام كبير وكبير جدا في تنمية الوعي السياسي لدى المجتمع، وإن شابها نوع من الأخطاء. الحاضرون جميعا، نستمع وإياكم الآن إلى كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية يلقيها الأخ عبد الحكيم القيسي، فليتفضل. الإخوة الحاضرون جميعا، كلا باسمه وصفته، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح الجميل، ونحن نحتفي بالذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. في ظل احتفالات الشعب اليمني بهذا العيد، أن نتقدم بحر التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير عبد الرباه منصور رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء، وإلى الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. الحاضرون والحاضرات، نحن نحتفل اليوم بالذكرى المباركة والغالية على قلوبنا، ونحن نستكمل جهود الرعيل الأول من ثورة 26 سبتمبر في الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للإماميين السلاليين الجدد الذين يحاولون إعادة الشعب اليمني إلى ما قبل 26 سبتمبر 62، وهو الأمر الذي يرفضه اليمنيون. وفي سبيل ذلك قدموا قوافل الشهداء وتعاهدوا على المضي والوقوف في وجه ذلك العبث الممتد عبر السنين الطوال، وقرروا إعادة الاعتبار لثوار 26 سبتمبر و14 أكتوبر بعد أن حاول الإماميون الإنقضاض على أهدافها والإجهاز على طموحات الشعب اليمني والعودة به إلى تلك العهود المظلمة من حكم الإمة الذين أذاقوا فيها الشعب اليمني صنوف الويل والعذاب. وفي هذه المناسبة الغالية، فإننا والأحزاب السياسية في المحاضرة انتهز هذه الفرصة لنؤكد استمرارنا ووقوفنا إلى جانب قواتنا المسلحة والأمن، ونشكر الأمن على ما قام به في هذه المحافظة، ونشد على أيديهم للقبض على كل عابث يريد أن يخل بالأمن ويغير من أمن واستقرار المحافظة. الخلود للشهداء والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر للشعب اليمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل على الشاعر إنه نعم الهدية وإن لا شيء يوازي ثمنه، فالشعر ديوان الأدب وفخر العرب، وبه تضرب الأمثال، وهو قيد المناقب ونظام المحاسن. ولم تكن ثورة 26 من سبتمبر المجيدة عام 1962 إلا ولادة الشعراء والأدباء والمفكرين، وبها عرفنا الزبيري والنعمان والبردوني والكثير والكثير بعد إن لم نكن شيئا. نبقى الآن مع قصيدة شعرية يلقيها شاعر شبوة محمد مرجان أبو شايف، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يالله يا رحمن، عبدك لا دعاء تقبل دعاه، سالك بجاه المصطفى طه الذي عندك مقرب، تصلح لأحوال اليمن ما غيرك ترجى رجاه أنك تفرجها إذا حل الشدائد والكرب. والحمد لك والشكر لك، ما الغيث سبل من سماه وسال سيله واصبحت منه بقاع الأرض تشرب. من بعد ما ثنيت الدعاء عندي فصل ثاني بديناه بالتهنية للشعب، واهديه العطر من كل مضرب، عيد سبتمبر دي واجب عليه رغم المعاناة، أنجسد فراحة وأجعل فرحته عندي مخضرب، وفاء وتعظيم لكم من حر قدم له دماه، دماءهم شعلة نصر بهالكهانيت، دماءهم شعلة نصر بهالكهانيت، تنضرب إشراق فجره دك عشق من كل اتجاه، وزال حكمه من أذل الشعب بالإعدام والضرب،
واليوم أحرار اليمن في مارب من تحيي الذكرى في ظل كهنوت جديد. فارسي وفي الصعد استعرب حاقد على أهل اليمن وكل من ظل هواه، ما أدركوا حقده وكل من حالفه يستاهل الضرب. صادر خمس من يوم سبتمبر، وين جابه؟ صادر خمس من يوم سبتمبر وأذنابه وراه، تصادر أهدافه وتحيي يوم له أسود معرب، ولم يعوب اليوم ذي أهدافه عظيمة ولم يعوب اليوم ذي أهدافه عظيما ومعناه، ذي نوره من بين أيديهم إلينا قد تسرب، أعادك الصبح الجديد، أعادك الصبح الجديد وإشراق نوره قد رأيناه، نور سماء أرض اليمن وعانق العرش في مارب، وأسعد الأحرار من أقصى اليمن لا كل أقصى، وشافه الأسرى الذي في السجن ذي بابه مهدرب بسحق الظلماء وهم يفكروا في منتهى، بالنصر الذي شعب يتمنى وتنتهي الأعداء الذي لحوالنا، والوضع أخرب بإحساس شاعر من ربا شبوه أتاكم من وفاه، من أجل نصر الحق ما قوله معاه فعله تضارب، من أجل نصر الحق ما قوله مع فعله تضارب، همه وطن دينا وعرض جميعهم بالروح أفداه، من أجلها الموت شرف بان إلى الرحمن أتقرب والويل له من خانهن، شعبي عليها نحطم ابناه من باعها لا بد له، يوم اللكاس اللي يشرب والله لن نرضى يدنسها المجوسي عدو الله، لو الأرض تبعث نار أو قاتل معاه الشرق والغرب والله لن نركع ولن نسجد إلا للإله. يا أهل اليمن ثوروا جميع كلا وصوت الحق ناداه، كلا وصوت الحق ناداه، لابد كل الشعب يثأر مقاوما واللي مدرب لنستعيد الحرية والعزة دي نحن عشقناه، ونبتني دولة على مبدأ الحوار الجاد دي أعرف في مخرجاته دي ضمن عهد مبدأ العدالة والمساواة، ونصلح الأوضاع دي بعد الأعادي الطرب، والمؤمن الصنديد صوت الحق من لبان داه وأكبر فسل من قد تخلف، أو من الواجب هرب وأعظم الإيمان في الجبهات طعمنا لحلاه، هذه حقيقة واقعة من كذب القول جربوا كل منا للشهادة ربنا قد أصطفاه. صح لسان الشاعر محمد مرجان شاعر شبوة. مثلت المرأة لثورة 26 من سبتمبر أماً أو أختاً أو ابنةً، أما في حاضرنا فهي من تنسج خيوط الفجر السبتمبري الجديد من فلذات أكبادها، وترسم لنا بدماء قلوبهم مستقبلاً نجني ثماره نصراً وعزاً لهذا الوطن. نبقى الآن مع كلمة المرأة تلقيها الأستاذة فندى العماري مدير عام تنمية المرأة رئيس القطاع النسوي لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السبتمبريون وحراس الوطن وحماة العقيدة بالمسيرات والانتصارات، بمناسبة عيد 56 لثورة 26 سبتمبر نهني قيادتنا السياسية الممثلة برئيس الدولة المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، وكل عام والجميع بخير. الأخوة والأخوات، ها نحن نحتفل اليوم بالذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر بتحقيق الانتصارات الميدانية على مختلف الجبهات، وبذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر التي أضاءت نور ثورة 26 سبتمبر التي خلدها التاريخ، رسم أبطالها المستقبل المشرق من خلال ما قدموه من قوافل الشهداء للقضاء على النظام الإمامي المستبد، ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن الطاهرة، لم يكن طموحاً للحصول على مكاسب سياسية أو الظفر بكرسي السلطة أو التحكم بمقتدرات البلاد الاقتصادية، بل كان طموحهم عظيم وأسمى، كان طموحهم بناء جيش وطني يمني قوي على أسس وطنية ولاءه لله والوطن والشعب، وليس لفرد أو قبيلة أو طائفية أو حزبية أو معتقد ديني، كان هدفهم تحقيق العدل والمساواة بين كافة أبناء المجتمع دون تميز.
أيضا لا ننسى دور المرأة اليمنية ما قامت به، فهي شريكة أساسية في النضال، فهي المناضلة في الدفاع عن الحقوق والحريات والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام من خلال نشر التوعية والتثقيف المجتمعي من أجل الحفاظ على الوطن وسلامته، ولها دور نضالي في تربية النشء التربية الصحيحة في غرس القيم الأخلاقية الوطنية وتنوير الأبناء بأهمية الحفاظ على الوطن، لأن الإنسان بدون وطن بدون هوية وطنية. الرحمة والغفران والخلود لشهدائنا والشفاء الجرحانا والحرية لأسرانا ومعتقلينا، ولتعيش اليمن حرة أبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأستاذة فندى. ها هو الشعب اليمني اليوم يرسم طريقه مجدداً سائراً على درب الجدود الذين انتفضوا في فجر 26 من سبتمبر ناسجين خيوط الأمل بالتخلص من أعتى نظام كهنوتي متخلف استبد باليمن واليمنيين، وكان لأملهم ما أرادوا ولحلمهم الكبير النصر والخلود. اليوم وبعد نصف قرن من الزمن على ميلاد اليمن الجديد، يأتي من يريد هدم المعبد وإعادة التاريخ المتخلف بعد أن نفض الشعب غباره. إلا من تشرب الحرية والمجد على أيدي سبأ لا يمكن له إلا أن يمضي على دربهم درب الجدود.